في فلسطين كيف تعملون على تنمية المقاومة الشعبية وتعدد أوجهها لإيلام المحتل الإسرائيلي؟ مثلا دا تصير مثلا مظاهرة، ما بنستنى ليجي نجمعهم بالشارع لحتى نجيبهم. الكلمة بتطلع مثلا من وزارة التربية والتعليم إنه بكرة بعد الساعة 12 أو بعد الحصة الرابعة ينتهي الدوام، لازم يتوجه طلاب المدارس هاي المنطقة لنقاط التماس لحتى يعترضوا، لحتى ينتفضوا، لحتى يحكوا كلمتهم قدام المحتل. فتجمع هاي الأشكال من توجيه الطلاب ومن توجيه طلاب الجامعات، طبعا مش بس طلاب المدارس، لهاي النقاط لحتى يفهموا انه قرار بالمقاومة هو مش بس قرار فردي، هو قرار بيجي من السلطة بشكل عام ومن الوزارات، من التعليم،